بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين القائل فيه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سؤال يأتي كثيرا في هذا الموسم المبارك موسم الحج، هل المبيت بمنى واجب أم سنة؟ نقول وبالله التوفيق، الجمهور على أن المبيت بمنى واجب، وذهب السادة الحنفية إلى أن المبيت بمنى سنة. ومن نظر إلى أحوال منى وإلى شدة الزحام وإلى العناء والتعب الذي يلاقيه الحجيج عند المبيت، خاصة وقد يكون هناك من كبار السن من لا يتحملون المبيت بمنى، علم جمال رأي السادة الحنفية، وأن السادة الحنفية عندما قالوا سنة كان هذا المذهب مذهبا مباركا طيبا ينفع معنا في هذا الوقت الذي نعيشه، حتى على رأي من قال، وهو رأي الجمهور الذين قالوا بأن المبيت بمنى واجب، أجازوا أيضا لمن كان صاحب عذر أن يترك المبيت بمنى ولا شيء عليه. وانظر إلى دليل السادة الحنفية عندما قالوا لماذا هو سنة، قالوا لأن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المبيت بمنى ويذهب إلى مكة لسقايته، لسقاية الحجيج التي كان يقوم بها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي له، قال له خلاص لا تبت واذهب إلى سقايتك في مكة. قالوا فدل على أن المبيت ليس واجبا، فلو كان المبيت واجبا ما رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تركه. ويعلل الحنفية أيضا بتعليل جميل فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بات بمنى؟ قالوا المبيت بمنى ليس من النسك، وإنما بات النبي بمنى صلى الله عليه وسلم حتى يكون قريبا من رمي الجمرات، فيتمكن من الرمي حتى يعني تكون المسافة قريبة فليذهب إلى مكة ثم يعود. فانظروا إلى هذا التعليل الجميل من المذهب الحنفي، وانظروا أيضا إلى دليلهم، فهذا هو المعتمد عندنا في الإفتاء، أن المبيت بمنى سنة وليس بواجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.